بسم الله الرحمن الرحيم خوش لبنا خوش بي بنالات عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرجاكه اللبان وهرجاكه نقهداري وبناريا مدكن صلابت خدر سرها بن جارك ديگاشين ايك جبو پشكش کرنا خلق کاني جبرنام باريكان جوان خاندنا قرآن هم داشت خود تعالى كن خود تعالى روجي ونفج وطاعت وعبادات مدوه هيفيدا او روجي چوي يا ربي تشمع قبل كبيتن و روجت بهت جي ربي توفيق ما بده ام بشين رمضان خو باشترين شوا در باز بكين و ختم بكين بيات عزيز وكي ديار قونا غدوي اجبي بريكانه مگله وخ جنينه هم ام دي برف بش كدره خو بچين سيدا فؤاد و سيدا صابر اگه تبينك ملاحظه كبي تمام كلام كنا انا بجد ام برف بش كدره خو بچ اما دي برف بش كدره بش كدره كي محمد امين اگر حاضر بيد بلا پريز و كلام كده شكدار ايكيج خلاك ابركه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ جبر سيد ابو خيجه هل بجيره بسم الله يا الله قد بدا كيجي ذاك ما تشوفه من بدا بجيره لا تدي هل بجيره بسم الله افتح هذا يا اخي يا الله سيد عمر كلامك بل سيد تحاضري صوره نمله صفحه 378 سيد هندي باك 378 صفحه سي صاد حفتي واش آياتها بوزدي سيدا حتى آياتها بيستي دوباره سيدا دي بيجي سي صاد حفتي واش صفحة آياتها بوزدي حتى آياتها بيستي حتى آياتها بيستي آياتها بوزدي حتى بيستي كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق الله العظيم. ما شاء الله سيدي محمد جزاك الله خيرا. جزاكم الجنة. سيدي وكي ديار وأشكرات ديار يعني ده حكومة خان دين دانجي قواته تا ودانجي تا بس عندك ملاحظات هاي. اما لحظه بود بجنه به تجوید دا شهرزا زیرک او بخواد گیرد میگه به تجوید نه زمان احکامات ملاحظه بیجی تجوید احتمالا نه زمان نه زمان تخیل دو ملاحظه تنی سیدا دست پیک این هذا دست دو ماهی آیت 16 این هذا لهو الفضل من با دست ساکنه بلی فضل بچه که درک قلقلی لگیر بچه که بعد بچه که تمام یعنی چه خون این هذا لهو الفضل هي فضل لول موبيل تشيك ضاد الدريش من دبي اخذت الشكر تشيك ضاد استعلاءه بله وانا صفاتك صفاتك خاص هيك بيجيني الاستطاله سيدا ضاد بله هي فضل فضل ويا بيجي سيدا فتبس دسبيك ايت 19 فتبسم ضاحكا من قولها اخفاء دي جرام بتبع يعني نا بله من قولها افادوا ملاحظه بين وكيد جالك جنبي سيده لسه تخرج من الخيار طبعا هيك السيده فوات صاب الملاحظه كان جالك جنبي بس دفنجي همس همسه قالت ات نبت قالت قالت يعني بدك ايوه السيده قالت همس شيء اوكي يعني همس بيجي هوا درت همس تمام هوا هل ات ات فرق قالت تجي قالت يعني لذيك مخرج السين بت قالك جانا صحتا تخوش إن شاء الله سركف تيجي وبلا وكي سيد صابر جرادي بو قرآن خوينا كي قوتي وكي سكتا لنائد مثلا وهم لا يشعرون مرو نبجت وهم لا في مرو ناسا كده وهم لا يشعرون يعني سرميمي قطع لك هبتي سيدو أدبيم بشتي ميمي هكا حرف باء ومين نهض حرف دي إظهارة إظهارة بس نبت قطع انه كي ساكتين نعم قاطعين لازم نجاوب على قراءة الوقت سبحان الله لازم تشتت هذا هذا قال لك جوني سركفتي ان شاء الله اجمعني ان شاء الله خذ ان شاء الله سيدي صبر كلامك
اگر بجدار بیایید کردم که یلا بخیرات برا یلا بخیرات سر چا جزاك الله خيرا شیدار سالار سالار بجدار بوی دوی سالار یاسین علیکم السلام و رحمت الله علیکم السلام سالار یاسین سیدا یلا بخیرات سیدا صفحه 400 سوره عنکبوت این کبوت اما 400 درست نه 400 درست بله دوایی در سیده باید چند سیده آیت ها سهو شش حتا چله سهو شش بله کرم که حتا چله سیده بله سهو شش حتا چله سیده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. دنگ خوش ماشاءالله موفق به تجویدت باش ته هی و دنگی که خوش ماشاءالله بس راستی من دنگ ملاحظات هی آیت سهوشش فقال یا قوم اعبدوا چگه عین نوعا ما تدگرت یعنی بدرستی مثلا مده بیت انا دوه نیف حرکه تقریبا مده عینه بله یا قوم اعبدوا يعني وصل دريج بطن عينا آيات السوهشت أعمالهم عينا الويريج عين تا جوانتر هبي تا يعني جوانتر بي هكا بيش بل سيدة و سيدة أخذنا نا أخذنا ذال يعني وك ذالد تا يعني حقيب درستينا ذا عينا رخاوي رخاوي مثلا شو أخذنا أخذنا ذال لازم ديار بطن لكن نيت كده أخذ ذال شنو نبي ديار كرنا أخذنا نبود أخذنا يعني حتى كده يدغم يجيبي أوج ماجي نبي سبي بلا سيدا نواصي دي بوا فيلم سيدا بيجا كل كده تشين جابي سيدا ليظلمهم عينا ضاجك ليظلمهم ودمهيك يجك آيات تشلق تبدو مهيك يظلمون أبل يظ عينا لازمته حركة كبدا ضاد حرف الضاد وقت ساكن بطن ويظلمون عينا أوجك يعني نظام هو صاد بهم سيدا بلا بلا سيدا قالك جوا صحة تخش بوشان فان ملاحظة بيجي كي مالي مرحلة دوي دمهيك مرحلة بشت ياسية مع محسبين هر ده سر كافتين إن شاء الله راسا بالسياج يجرين بس هر ده سر كافتين لو ملاحظة بيجي كت شوي مرحلة سي في ده وشتنا بن عامة هما سر دنجي دنجي تجلي خوشة تزاني شيء ما شاء الله دنجي شتي مهم أول تباوري بخواب ثقة وهم دنجي خواب برده يعني بيجا مدنجي هيو كش بيم الله نو بيجا بيجا في ثقة تزاني ثقة يعني بخواب شينا سيدا الشيطان تفشيو بتشيدي بوشت بنيه عامة ما قلت دنگ بچه که دنگی ده حتی کو نه تب قواد نه خست آه عامة چکی یا من بچه که تقیم سر دنگی جی که اه و الارض وقتی ضاد و عامة بو همی قرآن خوینه برگات ها وقتی متحرك به صفت استطالیل گل نینه ها استعلاء و اطباق و مثلا او یدگل هین بس نه رخاوه نه استطاله متحرکی داد گل نینه مثلا ومنهم من خسفنا به الأرض أرض أرض أما يقصد أرض يعني أرض شنو بيرفع بيجي شيء نقول هكذا شد دب درست إيش كهرب السكون ولا ضالين مانا يعني أرض هما يقصد أرض صفة استطالة ما نبتدي دريج بترخاوي أو ديالنا أو ملاحظة مهبي وجزاك الله خيرا قالك جابي كل خير تبارك الله داس واشي تاتري والله ما ملاحظه سيد صوبي قلتينا جي خد لو من هم مش دوام بيش يعني ما نقلك يا داس طبي سر قالك داس واشي تاتري قالك جون اسا دنگ مرحله دي هيك الدنيا ما شاء الله دنگك خاش و خان رنگ خاش ده بس بردام بده بهدي ده دي برف بشك داري سي و چنكا جواد فوزي بلا پريز و كرم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا جواد جواد تقل بخيراتي خير وبركاتي خيراتي براجع صفحة سيصاد السهبك سيصاد السه سيصاد السه صفحة سيصاد السه آيات الصاد إيكي حتى آيات الصاد وحفتة صاد وإيكي دخويني حتى الصاد وحفتة حتى الصاد وحفتة باشا بكرمك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تا خوش کل جواد خواند را تا گلک جانه و تجویجی یعنی تا لو یا خواندی و مخارج و صفات و گلک جانه بس وقتا من دم لحظات بیجین مگود اما بو ما همی آمده ما نمی قرآنی خود داد درست بمانه خواند را تا گلک جانه ام همیش احتمال هم تجارت کبین واخلت یا بحرا بتری خواندوانی سیدا وقتی تخوین یعنی کبین و خواند یعنی وکید بیجن هنده ملاحظات کمالیات تحسینیات نه تو بیجی مخارج تا درست گلک جان بین صفات باش بین يعني تشوش كماليات انا مجازي بتبي مثلا دما هيك تهمي بهرا بتري مو بعدون معنا خالدون بس قول خلاص دي تو عدون صالحون معنا عابدين ها هذا يدرس يا خلت يا مو بعدون غنا بس نون وميم بلد بجاي نون مو بعدون عامة يعني دلين نتش دفني عنديش مربي بيت بني حفكن بخنت الا ولدت خالدون فرقش خالدون دون خالدون أو يا صوفيا خالدون هما بي خالدون هذا يعني وكيفش كماليات أنا خالتي كيفت خاندني وتشكي غنى بس نون وميم تمام يلا إدغام بغنى وإخفاء وأونا حتى عابدين أوجي عابدين تأثير النون نون دم هيك تأثير اللي تكتبه هيدي قال اي جانا وخوان دراكو ترتيلي بيو و بس ملاحظة دي نطوي طا وانا قلقلة بس قال قلقلة صفات استعلاء اضباق جلقا نطو نطو نطوي تمام نطو بس نبس من نطوي نطو تا قلقلة داي بس طو صفات استعلاء اضباق يعني الظانم لك تتظاني تأكيد بس تشكي مسابقة ويقو بيحسيبها مسابقة دا هكو أظن احتمال تظن إيش كي خواندنا تجامي سيدا كي وجب لحظة كيف إيش بروخ سيدا ما مدم لحظات هاي والله ما جي سال يود ما هيك آيات فاعلين ناتش الدفتي ما هابي بس بعد هقول أو درسته بس ملاحظة سال حرفه شين طبيعي دنك درسته من كأش درسته بس نظري مرو بري خبطتي خلاتي شيني دوت كان شو يعني مثلا أعوذ بالله من ش ليبت شنو بد بيت بيش نقول برد
درسته ما چهار حرف تنه تاین بلیبا بایی یعنی علاقات بلیبا بایی یون ایوادی لا يسمعون حاسیسها و هم فی مش ش یعنی در جاره سخت کب حرکت دوید بشدار بوا هم اف ملاحظه متنه ها بیو دست باید سر کفتی بی انشاءالله گل لب خیراتو صحتتا خوش جو و فوزی برای دینو که برای بشکدار خواه بچین یه سیه یه چاره یه چاره سر بله زید احسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. داري بخواي كهل بجلا. بلا. درست. درست أخواش. بلا. بلا سورة توبة صفحة 206. سيدة 206 باكينش آيات 119 حتى 122 119 حتى 122 122 برسه دكان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغربوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصبهوهم ضماما ولا نصب ولا مخصامة في سبيل الله لا يطئون يطؤون موطئا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين بلى صحتك خوش صحتك خوش خدي خيرتو ارتباط بدا تشي بس دفترت الشهر شان بقد خلاص ما في دبل ان شاء الله فعلا سلكفتي بي ان شاء الله ان شاء الله يلا بخيرات يلا بخيرات ان شاء الله ابو بالي كانت بيت الله يستر ترجي دايما اگر مجدار باگیدی یه می پنج صدا زانا سلیم و علیکم السلام و رحمت الله علیکم السلام بله سیدای زانا گل بخیراتی سیدای زانا بخیراتی سیدای صفحه 211 بله سورت یونس اش آیت 25 حتی سهه اش آیت 25 حتی سهه بله للذین احسنوا حسنا آیه 25 سیدا والله يدعو شويه معنا بله بله حتى سيحه بله سيدا حتى سيحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. ما شاء الله يا لخيرات رزانا ما شاء الله تجويدك وبوشته هيو دنگك خواج ما شاء الله بس انتك ملاحظات هين سيدا اف ملاحظات جوك سيدا اشارات بيداي هر بو هنده نه یعنی ان شاء الله اگر در باز این بو قناقی دا و کو پیش چوفر پیش بگیرن ان شاء الله بیان باز وکرنه سید د سپیک آیت 25 وخت د سپیک دی نه سید او صاد گهمه والله
والله والله والله والله والله والله والله والله حتى بوانجي العفو زيد الله هنا همزه سبك استفاله مراققه الله 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 ابي والله نبض والله بلى سيدا آیا در 26 دومهی که جه خالیدون اد بیجم تا بردفنه خالیدون مانه سیده؟ خالیدون چنکی واو شحروفت لیویانه یعنی نابتن بتو بکی غنه بردفنه بله کازی جواب داره چه عجمی؟ جواب بود چه مقامی؟ او خاص دومهی که خاص دومهی که ایش تنگی فروعی حجاز حویزاوی ودمايكي من كرا مهوري فرعك عجم عجم اللي صحت قدمايكي بلا سيدا عين سيدا ويا ربي استحافظ دمايكي عين خالدون هرديسا وتعبدون تعبدون يفترون ويا تو سيد دمايكي تقريبا بعد شون دفنه هو صار ملاحظ اكثر بلا وقت ديجك ما شاء الله خوننا كباشا ودنگ اكي خشته هي موافق يا ربي اكي سيدا ملاحظه ملاحظه حاج بجك متجوات ام جيو تلاوه ام بجيم ترتيب بجك نوفي دومي بجا پوشید نقلابید انشاءالله که تنات شوید که اگلا بزنی چا؟ هنده جارا وکی ترتیلی چو تیلا و مانه وکود مصطلحی ما همد بیجینه بزنی فکر با تیم شکداریت کن وقتی منو خون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اف میجینه وی تیلا و مانه بسم الله الرحمن الرحیم المهم ابو مرف ترى يحب الشيء خالد نفيجي او تبجني خوندني ترتيلي بجواب عندي شنو تب كي مجاوات ما خاش هذه خلاص كي بيجا قال دف من حاج كون دجا تذكر ما بيت الزيت قلت يعني بلازل هيك صحات خوش سيده زانه و بس ما تجي قال لك بلا ادري شنو بد ولا يعني ابي بو جرب ان شاء الله عراقي تاثيرت هكو بروستي دياريا و نيك خديه نال دف ما ان شاء الله يعني يكي بيغمر صلى الله عليه وسلم اقرا ورقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا مرة يعني ديار يوم اظن اوي ان شاء الله وقال لك جامي صحة تخرج تركفتي بي ان شاء الله اما لاحظت ما قلتين هيك هندر باز بمرحله سي بيشوفها يعني ان شاء الله هذا هو يد مويكي يا جماعه بله ام قبل مش يد مويكي بله ماني ما مش يد ملاحظات قبل شنو بله سيدا زات ولا كنا خدو يا سيدا بلا انت كان بينجات خدتي تو جدوي كي جيكي هات سيدا ديورا يعني بلا جدوي كي حتى بيت قال ابخيراتي وصحته تاع خوش خوندنا جوال ودنگك خوش كي تاعي بس او يا تو بيستو شاشه ايه للذين احسنوا الحسنى وزياده منا ولا يرهق وجوههم واش ساحكه ساجلي جيان بلا وتكت تلفزيون اخو بي بيتش خابيب تاچو خدا گد ولا يرها قو وجوه كي مزام لحظه جواب جاك ادريش يا شباب ادغام ابي بتجي ادغام ولا يرها قو وجوه بس ضامن بلا وملاحظاتي ايتو 28 دماهيه وقال شركائهم ما كنتم ايانا تعبدون منا مد العود سكونه تبچي كي بيد نبرك دي هات گهم واسا چا يعني ايانا تعبدون ون هما عادي هي ون خلاص هما فادوا ملاحظة بينو دست تاخذ ما هيكو ما تاخذ راسي ما باش دوري بيت قبل قهوتين بلا بينارت عزيز الفيريجي دهينا دماهيكا خلاك خايا ابريكا وافشابا حتى امو هينو قال هندك باش دور بويت دي ودان خوش دي بمين بنت عبد الله خديفه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.